الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة بحدث أصار. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن واحدها لم يجزه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. والموالاة في حدث أصغر وتشترط النية. ذكر الفروض أربعة فروض: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، والكوع هو العظم الذي تحت الإبهام عند مفصل الساعد، خلافا لما يستعمله العوام من إطلاق الكوع على المرفق، فإن الكوع غير المرفق. والآن يقول ما يعرف كوعه من كرسوعه، والحقيقة أنهم يعني كثير من الناس لا يعرف هذا، لا يعرف الكوع من الكرسوع أو الكوع من، فيظن أن الكوع هو المرفق، في حين أن الكوع هو العظم الذي في أسفل الإبهام في مفصل الساعد. هذا فيما يتعلق بموضع التيمم. قال رحمه الله: وفروضه مسح وجهه، وهو ما تحصل به المواجهة، وقد تقدم بيانه في وتقدمت حدوده في الوضوء. قال: ويديه إلى كوعيه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فدل ذلك على أنه لا يتعدى في المسح المرفق، ألا لا يتعدى في المسح الكوع. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يمسح إلى المرفق إسنادا لما جاء عن ابن عمر، لكنه لا يصح إسنادا، والذي عليه الجماهير هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال بعد ذلك: والترتيب والموالاة في حدث أصغر. الترتيب مقصوده تقديم الوجه على اليدين، والعلة في هذا قول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقدم الله ذكر الوجه على اليدين. والذي يظهر أن الترتيب في التيمم ليس من فروضه، إنما هو من سننه ومن المشروع فيه، مراعاة لترتيب الآية في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لأن غالب الروايات التي جاءت في صفة التيمم ليس فيها الترتيب بين الوجه واليدين بما يفيد الترتيب. وفي بعض الروايات: فمسح بيديه ثم، وهذا يفيد تقديم اليدين على الوجه. وعلى كل حال، الذي يظهر أن تقديم الوجه هو الأولى للبداية به في الآية، لكنه ليس على وجه الفرضية والوجوب، إنما هو على وجه الاستحباب. وأما الموالاة، قال المؤلف رحمه الله: والموالاة، المقصود بالموالاة أن لا يفصل بين مسح الوجه وبين مسح اليدين فصلا يميز هذا عن ذاك أو يفصل هذا عن ذاك. قال رحمه الله: والموالاة في حدث أصغر. والعلة في الموالاة: ليس هناك دليل يخص الموالاة في التيمم، لكن العبادة ذات الأجزاء، العبادة الواحدة ذات الأجزاء، الأصل أن يؤتى بها متوالية وأن لا تفرق، فإذا فرقت كان هذا مقطعا لما أمر الله تعالى به. والذي يظهر أن الأصل هو مراعاة الموالاة، لكن إن فصل بين المسح لعارض
فلا يؤثر هذا لعدم الدليل على البطلان. وهذا ما تقدم نحوه في الوضوء كما سبق الإشارة إليه. وقوله في حدث أصغر قياسا على الوضوء، وأما فيما إذا كان يتيمم عن حدث أكبر فإنه لا يجب الترتيب ولا تجب الموالاة، لكون الترتيب والموالاة ليستا واجبتين في الطهارة من الحدث الأكبر. قال رحمه الله: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن أحدها لم يجزئه عن الآخر تشترط النية. هذا ذكر لشرط من شروط صحة التيمم، والنية هي القصد والعزم. قال: تشترط النية لما تيمم له، أي للشيء الذي يتيمم له، فإذا لم ينوه فإنه لا يدخل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فسر المؤلف رحمه الله النية وبينها بقوله: من حدث أو غيره، يعني هل يتيمم هو عن حدث أو عن غيره، ولا يلزم ذكر جنس الحدث أو نوع الحدث في تيممه، إنما يكفي أن ينوي رفع الحدث دون تخصيص ذلك، كما يكفي أن ينوي الطهارة من الخبث دون أن يحدد نوع الخبث وموضع الخبث وما أشبه ذلك من التفاصيل. قال رحمه الله: فإن نوى أحدها لم يجزه عن الآخر، إن نوى تيمما عن حدث وعلى ثوبه نجاسة فإنه لا يجزيه هذا التيمم إلا عن الحدث، وبالتالي يحتاج إلى أن يتيمم للخبث. قال رحمه الله: فإن نوى أحدها لم يجزه عن الآخر. قال: وإن نوى نفلا، أي نوى بتيممه صلاة نفل أو أطلب لم يصلي به فرضا. وهذا كله مبني على أي شيء؟ مبني على أن التيمم مبيح وليس رافعا، وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله على قولين: هل التيمم مبيح للطهارة، مبيح للصلاة، مبيح لما تشترط أو تجب فيه الطهارة، أم أنه رافع للحدث؟ قولان لأهل العلم. فالمذهب على أن التيمم مبيح، وبالتالي المبيح تأثيره وفعاليته ضيقة بخلاف الرافع، فإن الرافع قوي التأثير يرفع ما قد لا يستحضر الإنسان أثناء فعله. ولذلك من قال بأن التيمم رافع يصح عنده أن يتيمم للنفل ويصلي به فرضا، ويصلي به فرضا. لماذا؟ لأنه ارتفع حدثه. أما من قال إنه مبيح لابد أن تنوي ماذا تريد، ولهذا قال: فإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. نوى طهارة مطلقا، لا الطهارة لفعل واجب، قال: لم يصلي به فرضا. وإن نواه صلى، إن نواه أي نوى استباحة الفرض، صلى كل وقته فروضا ونوافل. إذن عندنا الآن في النية حالان: أن ينوي نفلا أو ينوي رفعا مطلقا، ففي هذه الحال لا يصلي به فرضا. الحالة الثانية أن ينوي بتيممه فرضا، ففي هذه الحال يصلي فروضا ونوافل إلى أن ينتهي وقت الصلاة التي توضأ لأجلها. فإذا توضأ مثلا، فإذا تيمم مثلا لصلاة المغرب، فإنه يصلي في وقت المغرب إلى مغيب الشفق كل الصلوات التي شاء من فروض ونوافل، لكن إذا دخل وقت العشاء فعند ذلك يحتاج إلى تيمم من جديد. بناء على إيش؟ أن التيمم مبيح وليس رافعا، ولو كان رافعا لم احتاج إلى هذا التقييد الذي ذكره المؤلف رحمه الله. والصواب من القولين أن التيمم رافع، وعليه فإنه إذا تيمم فإنه يصلي به فروضا ونوافل في الوقت وخارج الوقت، لأن هذه التقييدات لا دليل عليها، والله تعالى قال:
وإن كنتم جنوا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولم يقيد الله تعالى ذلك بوقت أو بقيد، ولا جاء في السنة أن هذا مقيد، بل في حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: التيمم طهور المؤمن إذا لم يجد الماء ولو 10 سنين. فدل ذلك على أنه يقوم مقام الماء من كل وجه، فتقييد ذلك بنوع من القيود يحتاج إلى دليل. قال رحمه الله: ويبطل. الآن يذكر المؤلف جملة من مبطلات التيمم. قال: ويبطل التيمم بخروج الوقت، وهذا أشار إليه في قوله: وإن صلى كل وقته فروضا ونوافلا، نص عليه هنا قال: ويبطل التيمم بخروج الوقت. والألف واللام هنا للعهد الحضوري، يعني الوقت الحاضر الذي تيمم فيه. ويمكن يقال العهد الذهني أو الذكري إذا كان قد ذكر. على كل حال المقصود بالوقت هنا الوقت الذي تيمم لصلاته. ثم قال رحمه الله: وبمبطلات الوضوء. إذن هو كالوضوء في سائر ما ينقض الطهارة، إلا فيما يتعلق بخروج الوقت فإنه يختص بذلك دون الوضوء. والسبب في هذا، ما سبب هذه الخصوصية؟ هيا أخواني، قولهم إن التيمم مبيح وليس رافعا. قال رحمه الله: وبوجود ماء. هذا ثالث ما يبطل به التيمم. الآن التيمم يبطل بخروج الوقت، بمبطلات الوضوء، بوجود الماء. وذلك أن وجود الماء يقطع العذر الذي من أجله أبيح التيمم. فالله تعالى قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فإن لم تجدوا ماء، فإذا وجد الماء فإنه يزول العذر المبيح للتيمم. وهذا فيما إذا كان العذر لأجل إيش؟ لأجل العدم الحقيقي. فإن كان لأجل العدم الحكمي فإذا زال العذر المانع، إذا زال العذر المانع الذي يعجز معه عن استعمال الماء. قال رحمه الله: ويبطل قال: وبوجود ما الماء ولو في الصلاة. قوله ولو في الصلاة إشارة إلى خلاف، وذلك أن العلماء انقسموا إلى فريقين، فذهب طائفة منهم إلى أنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإنه يخرج من الصلاة ويتيمم ويتوضأ ويعيد الصلاة، وهذا مبني على أن المبيح للتيمم هو عدم وجود الماء، وقد وجد ولا يجوز له أن يتم صلاته بالتيمم ما دام أنه يتمكن من الماء. كما أنه لا يجوز أن يقطع الصلاة، لأن الصلاة مرتبطة الأجزاء، لا يجوز أن يقطع الصلاة ويتوضأ ويكمل ما شرع فيه، فهنا ليس له سبيل إلا أن يخرج من صلاته. واستدلوا بحديث أبي ذر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو إذا لم يجد الماء ولو ل10 سنين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة. وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه إذا شرع في الصلاة ووجد الماء أثناء الصلاة فإنه لا يجب عليه الخروج منها، فقد شرع فيها، وإذا شرع فيها فإنه يجب عليه إتمامها، وهو شرع في صلاة على صفة قد أذن له في أن يشرع عليها، فلا يخرج منها إلا بدليل، وليس هناك دليل ظاهر. والأقرب من هذين القولين هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من الخروج وإعادة الصلاة. ولو أنه استمر لم نقوى على إبطال صلاة على إبطال صلاته لتحقق العذر في أثناء الشروع، لكن الذي يندب إليه وينبغي له أن يخرج من الصلاة ويتوضأ بالماء ويستعمل الماء ثم بعد ذلك يستأنس صلاته. قال المؤلف رحمه الله: والتيمم آخر الوقت لراجل الماء أو لا. التيمم آخر الوقت، يعني إذا كان
لا يجد الماء، وهو في آخر الوقت، هل يشتغل بطلب الماء أو أنه يبادر إلى الصلاة؟ عندنا الآن حضرت الصلاة ولم يجد ماء، فهل يشتغل بطلب الصلاة الماء حتى، أو ينتظر قد يرزق ماء حتى يأتي قرب آخر الوقت فيصلي، أو أنه يشرع في الصلاة في أول وقت؟ عندنا الآن فضيلتان تنازع في هذه المسألة، فضيلتان أو تجاذب هذه المسألة طرفان. الطرف الأول فضيلة الصلاة في أول الوقت، أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها كما في الصحيح. الفضيلة الثانية الصلاة بالماء، وهو يرجو حصول الماء، ففي هذه الحال تجاذب الأمر، تجاذب المسألة هذان الطرفان. فالمؤلف يقول والتيمم آخر الوقت لراجع الماء أولى، يعني أولى من تقديم الصلاة بالتيمم في أول الوقت إذا كان يرجو مجيء الماء. وهنا نعلم أن المؤلف أشار إلى أحوال، الحال الأولى ما ذكر من أنه يرجو وجود الماء، فهنا الانتظار أولى من التيمم والصلاة في أول الوقت. والمسألة الثانية أن لا يرجو الماء، أن لا يرجو الماء بالكلية، ففي هذه الحال يستوي عنده الأول الوقت مع آخر الوقت، فيبقى أن تقديم الصلاة في أول وقت أولى لعموم الفضيلة في المبادرة إلى الصلاة. هذه الحالة الثانية. إذا الحالة الأولى حال راجي الماء في آخر الوقت، الحالة الثانية حال من لا يرجو الماء، الحالة الثالثة حال من يعلم حصول الماء في آخر الوقت، يعني هو عنده يقين أو غلب الظن قريبا من اليقين أن الماء سيحصل في آخر الوقت، فهنا الحالة الثالثة لا يبادر بل يؤخر. هل ذلك على سبيل الوجوب؟ نعم، على سبيل الوجوب في قول جماعة من الفقهاء، وقال آخرون إنه لا يجب عليه ويجوز له أن يصلي في أول الوقت إذا كان لا يجد الماء، لأن الله تعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا قد تحقق فيه هذا الأمر عند فعل الصلاة، والذي يظهر أنه لا يتحقق في عدم الوجود إذا كان يعلم أن الماء سيأتي في آخر الوقت فينتظر ويتلوم حتى يدرك الصلاة على الصفة التي أمر الله تعالى بها. إذن عندنا الأحوال ثلاثة، حال من يعلم، وهذه آخر الأحوال ذكرناها، وهذا يجب عليه أن ينتظر ويمهل حتى يتوضأ حتى يصلي بالماء، والحالة الثانية ألا يعلم وهذا يتقدم ويصلي في أول الوقت، الحالة الثالثة التي أشار إلى المؤلف وهي أن يرجو وجود الماء، وهذا تنازعه أمران أو تنازعه ندبان، الندب المتعلق بالصلاة في أول الوقت والندب إلى الأمر بالصلاة في الوضوء. والمؤلف رجح في هذه المسألة أنه يجوز له أن يصلي في آخر الوقت لكن التأخير أولى، والذي يظهر أنه إذا صلى في أراعة أول الوقت كان ذلك أقرب إلى ظاهر السنة، أقرب إلى ظاهر السنة، والمسألة فيها سعة. هذا ما يتعلق بمسألة راجع الماء في آخر الوقت. المسألة الثالثة الأخيرة التي ختم بها المؤلف رحمه الله باب التيمم، صفة التيمم. قال وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيده مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما ويمسح وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. هذه صفة، صفة الإجزاء أو صفة الكمال؟ هذه صفة الكمال. قال رحمه الله أن ينوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، تقدم أن النية شر. ثم يسمي قياسا على الطهارة بالماء، وقد تقدم الكلام في التسمية. الثالث قال يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، والذي يظهر أنه لا يلزم تفريج الأصابع،
فتفريج الأصابع ليس سنة ولا مطلوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بإيديك هكذا، ولم يذكر أنه ضم أصابعه ولا أنه فرجها، بل تبقى على طبيعتها دون ضم ودون تفريج. ولو كان التفريج مطلوبا لكان قد بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ضرب بيديه الأرض قال المؤلف يمسح وجهه، يعني يبتدئ بمسح الوجه، وقد جاء في السنة أنه يمسح الشمال على اليمين، وهذا فيما إذا علق في يده تراب كثيف وأراد أن يخففه، فقد جاء في السنة أنه نفق فيهما، وجاء في السنة أنه مسح ظاهر كفيه ووجهه، ومعنى هذا أنه يمسح ليخفف من التراب. لكن فيما يتعلق بالمسح الذي هو جزء مما أمر الله تعالى به في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هو المسح الذي يكون للوجه أولا، لقوله هو الذي يشير إليه المؤلف رحمه الله يمسح وجهه بباطنهما، بباطنهما أي بالراحتين، يمسح وجهه هكذا براحتين. طيب وأصابعه؟ قال وكفيه براحتيه. نعم عندنا الآن إذن يمسح وجهه يمسح وجهه بباطنهما أي بباطن يديه، وكفيه براحتيه، إذن بباطن كفيه يقصد بهما باطن الأصابع، باطن الأصابع ثم الراحة الكفين بالراحتين هكذا. والعلة أنه لا يمسح يده كلها بوجهه، قول يبقى تراب ليديه، إذ إنه لو مسح وجهه بيده كاملة لما بقي شيء ليديه، فلذلك يحتاج إلى أن يبقي شيء بهذه الطريقة. والذي يظهر أنه ليس في السنة هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف، فالسنة واضحة في أن النبي أن المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بيده الأرض ومسح ظاهر كفيه ووجهه، ومعنى هذا أن تحري مسح الوجه بباطن اليدين وهما الأصابع واليدين بالراحتين ليس عليه دليل، وهذا ولهذا الصحيح أنه كيفما مسح فقد تحقق المطلوب، وليس المقصود إيصال التراب إلى جميع أجزاء الوجه ولا إلى جميع أجزاء اليدين، إذ إن هذا ليس مقصودا، ولو كان كذلك لا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود هو هذه الرخصة أو هذه الفسحة التي جاءت في هذه في هذه الشعيرة. قال رحمه الله يخلل أصابعه، يخلل أصابعه أي يوصل التراب إلى ما بين أصابع يديه، والذي يظهر أن هذا ليس مشروعا بل هو من المحدثات، والتخليل في سنيته خلاف في اليدين والقدمين في الوضوء، والقياء وهم قالوا هنا يخلل الأصابع قياسا على الوضوء، والصواب أنه لا دليل على التخليل، لا دليل على التخليل، وما عللوه من أنه ليصل التراب إلى ما بينهما ليس هناك دليل على مشروعية أو الندب إلى إيصال التراب إلى جميع أجزاء اليد. هذا ما يتعلق بالتيمم على وجه الاختصار. ثم قال المؤلف رحمه الله باب إزالة النجاسة الحكمية. تقدم فيما سبق أن النجاسة تنقسم إلى قسمين، نجاسة حكمية ونجاسة عينية، والفرق بينهما، وهذا التفريق عند جميع الفقهاء، والفرق بينهما أن النجاسة العينية هو ما كان نجسا في ذاته فنجاسته أصلية لا تطهر، وأما النجاسة الحكمية فهي النجاسة التي تصيب الإنسان في بدنه أو في ثوبه وتطهر، أو في متاعه أو في البقعة. إذن النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة على الأعيان، والنجاسة العينية هي النجاسة التي تكون في الشيء ذاته وليست طارئة، كنجاسة الكلب مثلا، هذا يمثل به للنجاسة العينية، البول نجاسته عينية. أما النجاسة الحكمية فهي
أن يصيب الثوب أو البدن أو البقعة أو المتاع شيء من البول أو شيء من سائر النجاسات. هذا الباب المؤلف ذكر فيه ما يتعلق بإزالة النجاسة أولا، يعني كيف تزال النجاسة، وذكر فيه أيضا ما يعفى عنه من النجاسات، وذكر جملة من النجاسات وعدها على ما سيمر بين أيدينا في هذا الباب. فهذا ما تضمنه الباب من المسائل، تضمن ذكر كيفية إزالة النجاسات، ما يعفى عنه من النجاسات، ذكر جملة من النجاسات وبيان حكمها. ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر التطهير، كيف تزال النجاسة. إزالة النجاسة هي من الأمور التي تدخل في باب التروك وليست في باب الفعل والإيجاد، وهذه مسألة مهمة ليتبين لنا أن النجاسة لا يلزم في إزالتها النية، لأنها من باب التروك، وباب التروك لا يلزم فيه النية، بخلاف باب الأفعال فإنه لا تجزئ هذه الأفعال إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. عندنا النجاسة هي من باب التروك، فكيفما زالت النجاسة زال حكمها. المؤلف يقول يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وغيرها وعلى غيرها سبع غسلات. المؤلف ذكر قسم النجاسات من حيث التطهير إلى قسمين في الجملة، إذا كانت النجاسة على الأرض هذا قسم، وإذا كانت النجاسة على غير الأرض هذا قسم. فإذا كانت وبدأ بذكر النجاسة التي على الأرض، فقال يجزئ أن يكفي ويغني في غسل النجاسات على شتى ألوانها، ولذلك أكد هذا المعنى بقوله كلها إذا كانت على الأرض، وهذا يشمل ما إذا كانت على تراب أو على حصى أو على سبقة أو على أرض الندية، يشمل جميع ما يصدق عليه أنه أرض. غسلة واحدة أي مرور الماء على هذه النجاسة مرة واحدة، لكن بشرط غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، يعني تزيل النجاسة تذهب بعينها، فلا يبقى للنجاسة أثر لا في لون ولا في طعم ولا في رائحة. ودليل هذا ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعراب الذي بال في المسجد، فإنه لما قضى بوله قال النبي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصبه عليه ولم يزد على هذا، فدل ذلك على أن النجاسة إذا كانت على الأرض فإنه يكفي في إزالتها إراقة الماء عليها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. وقول تذهب بعين النجاسة يعني ما ذكرنا قبل قليل، أن لا يبقى للنجاسة أثر في لون أو في طعم أو رائحة. وقوله رحمه الله غسلة واحدة لم يذكر بأي شيء غسله بماء أو بغير الماء من المائعات، هذا ما سيأتي بيانه، ولكن النجاسة على المذهب لا تزول إلا بالماء، فقول غسلة واحدة يعني بالماء. فلو أنه سكب شيئا من الموائع فذهبت النجاسة، ذهبت عين النجاسة، فإنه لا يطهر المكان بذلك، لأنه لا يطهر إلا بالماء، وسنأتي إلى ذكر الخلاف المتعلق بهذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.